تتوالى الضربات الأمنية التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية لجرائم الإتجار وجلب وترويج المواد المخدرة، وهو ما يحمي البلاد من محاولات إغراقها بتلك السموم القاتلة. وتكشف نتائج تلك الضربات عن جهد كبير في مجال المكافحة، فقد نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر في ضبط 7113 قضية إتجار في المواد المخدرة. ضبط خلالها 7913 متهماً، وتمكنت من ضبط قرابة 3 أطنان من مخدر البانجو، وأكثر من 1.5 طن من مخدر الحشيش، و254.5 كيلو من مخدر الهيروين. ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط نحو 79 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، ونحو 27 كيلوغرام من مخدر الآيس، وقرابة 22 كيلوغرام من مخدر الأفيون، وقرابة 5 كيلوغرامات من مخدري الفود والكوكايين. وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، جاءت النتائج على النحو التالي: ضبط 1,761,670 قرص من أقراص الترامادون المخدر، 865,378 قرص من أقراص الكبتاجون المخدر، و222,392 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية. وقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة ب 380 مليون جنيه. كما وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربات مؤثرة لمافيا غسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة، بضبطها 6 قضايا في مجال غسل الأموال بقيمة إجمالية بلغت 452 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. كما تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 15 مركزاً غير مرخص لعلاج الإدمان. تلك النتائج تمثل حصاداً للجهود الأمنية المبذولة لتصدي لجرائم الإتجار وجلب المواد المخدرة وما يترتب عليها من نتائج وآثار، وتؤكد على الاستمرارية في المجابهة الحاسمة لتلك الجرائم حماية للمجتمع من تداعياتها وآثارها السلبية.